قد صار لك مبالغ؟ صار لي اسبوع. اسبوع؟ اي. زين كم طفل عندك؟ هسه حاليا اثنين عندي. طفلين اي. زين ما يحتاجون مصرف؟ شلون ما يحتاجون مصرف؟ صار لي اسبوع ما مشتغل. اسبوع ما مشتغل يعني شلون منين توفر لهم الاكل؟ والله منين؟ الله موجود. يعني تدين؟ ايش تسوي؟ هاي مجبور. ايام اللي ما تطلع بيها شغل تدين بيها وبعدين توفي؟ اي شو تسوي؟ مجبورين. تدين من الدكاكين. ايش بيدك؟ والله وقعت من السياره. من السياره وقعت؟ سوق المعاش. اي والله. ايش تشتغل؟ انا بالفواكه. فواكه تشتغل؟ اي والله. شلون شغلكم؟ والله واقف، رمضان واقف والله. ما متحسن؟ بس العشريات انا اقول لك شويه ها يصير حركه. ولا من بعدها تنقطع الحركه والله. يعني متى يصير عندكم تحسن؟ والله اكو رواتب طبعا يوزعوا الرواتب وتتوظف هاي الناس ليش ما يصير حركه؟ الكل تشتغل ما يظل واحد بطال. سنه ولا من الناس انا وجماعتي مقدمين على الرعايه هاي صار لنا سنه ونص ولي حد الان اسامينا ما اعلنوها بالرعايه ونرجو من الوزير ان يعلن اسامينا بالرعايه. ايش تشتغل انت؟ والله قصاب عون هذا وعون هذا. وبس. يعني تعاون لو تشتغل يوم؟ اشتغل عون هذا القصاصيب عون هذا وهذا وخلصت. هسه؟ هسه قاعدين بطالين. ليش؟ ماكو شغل. ماكو شغل. انت كم يوم صار لك ما عندك شغل؟ والله هي اثنين والجمعه ماكو شغل. سوق واقف على الكل. والحمد لله. رمضان شغل يقل لو يكثر. شغل يقل برمضان. ما مثل الايام عاديه مطاعم فتحه كلها مفتحه العالم. شغل كله واقف. حاليا ايش قد اشتغلت انت اليوم؟ دينار ما مشتغل. قد دينار ما مشتغل ابد ابد والله. زين يعني من الصبح القرعه من الصبح طالع ربع ما مشتغل ومن جيبي صارف اسع من السوق. شو السبب؟ شغل ماكو برمضان. هو هذا من يجي رمضان الشغل يديك يعني يقف الشغل من عينه يقف. زين انت قبل ايش تشتغل كنت؟ شو السبب؟ هم بالحماله من زمان. انا تحمل غراض ما غراض من القديمه من السوق. اي اكثر شيء شنو؟ ثلاجة براد ببردة غرفة أي شيء اشتروا العالم مشان علي نحملهم. بس أيام أنا الله وكي ماكو شغل. ليش تودي الحمالة؟ بلفين بلف ونص ثلاثة مكانات بعيدة مرات ب500 نروح. اي والله. كم طفل عندك؟ أربعة ثلاث بنات وولد. هسه ما ينتظروك بالفطور شو راح تودي لهم؟ والله سوقت لي مال موجود من جيبي الله وكي. سوقت لحم؟ لا والله لحم ما أكذب عليك ما مشتري.